للوقوف عند معطيات هذا التقرير ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. يعني بحسب ما أورده تحالف الدفاع عن حرية التعبير يقول إن قرار مجلس النواب برفع دعاوى على المعارضين هو يرسخ الديكتاتورية، ولكن في هذا الإطار أين تقف الحكومة التي أريد لها أن تمثل الديمقراطية الأمريكية التي جاءت بعد الاحتلال من هذه القرارات وهذه القوانين؟ حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. كما تعرف أن قصة الديمقراطية وحرية التعبير كانت واحدة من الفريات التي ادعت الولايات المتحدة أنها ستجلبها للعراق يعني بعد الغزو، والحقيقة أن الاحتلال جسد كل معاني الدكتاتورية والظلم والإجرام بحق العراقيين ومنع الأصوات الحرة من التعبير. وبالتالي ما يجري في مجلس هذا القرار الذي اتخذ في مجلس النواب كما يسمى مؤخرا هو تعبير واضح عن حالة القمع وحالة الإجرام التي تسود، وهذا أمر ليس بمستبعد لأن الجهات المسيطرة على هذا البرلمان هي جهات ميليشياوية إجرامية عصابات إرهابية، وبالتالي هي تريد أن ترسخ وجودها وتستبعد أي حالة معارضة لها وأي صوت يعبر عن رأي آخر خلافا لما ترتئيه. هذه الميليشيات هي قوام هذا البرلمان، وهذه الميليشيات هي قوام هذه السلطة، وهي الموجد الأساسي لها. وبالتالي فكل ما يجري هو في إطار سلطة هذه الميليشيات وإرادتها، وكل من يخرج عن هذه السلطة وعن هذه الإرادة في نظر هذه الميليشيات الإرهابية يجب أن يعاقب ويجرم. أستاذ مصطفى، في أكثر من موقف نقلته شاشات التلفاز يعني نلاحظ أن محمد إشاع السوداني يأمر بإخراج الناشطين المعتقلين، هل يمكن وصف هكذا موقف متسامح إن صح التعبير بالديكتاتورية؟ هذه مسرحيات في الحقيقة سمجة يراد منها يعني التشويش ومحاولة إعطاء صورة مغايرة لما هو موجود في الواقع، تماما كما يجري الحديث عن حملة بناء وحملة إعمار وحملة إنجاز، وكل هذه في الحقيقة عمليات تزويقية لا قيمة لها. الواقع العراقي يحتاج إلى معالجة جذرية وعميقة وجوهرية، لأن المشاكل التي أوجدها الاحتلال مشاكل عميقة جدا وضاربة في جوهر وبنية المجتمع العراقي. لذلك ما يفعله السوداني يأتي في إطار تلميع شخصه، وهي حقيقة يعني إجراءات من الواضح أنها لا تجدي، لأنها أوجدت حالة نقيضة في وسائل التواصل الاجتماعي بالذات عندما يلقي القبض على أحد المدونين أو الناشطين ثم يطلق سراحه. يعني هذه حقيقة لم تجدي نفعا ولم تحسن صورة السوداني، بالعكس أوجدت حالة من الاشمئزاز من هذه التصرفات الصبيانية. وأيضا من المفيد أن نذكر أن هؤلاء الناشطين يجري استدراجهم سواء من داخل العراق أو من خارجه عبر وسائل يعني متعددة، لذلك يجب على الناشطين الحذر من هذه محاولات استدراج هذه التي تبذلها أو تقوم بها بعض الجهات وبعض الأشخاص. أستاذ مصطفى، لو نبحث عن المستفيد، من له المصلحة في تكميم أفواه العراقيين وأيضا تكبيل حرياتهم؟ يعني أنا قلت أن هذا البرلمان وهذه السلطة وكل الأجهزة الإدارية هي يعني حصيلة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على القرار السياسي والقرار الإداري والأمني والمالي في العراق، وبالتالي والقضائي أيضا، وبالتالي فهي تستخدم كل هذه الوسائل ليس لتكميم الأفواه فقط وإنما لتصفية المعارضين
بوسائل شتى وإرهابهم، سواء بالقتل أو بالسجن أو بالاعتقال القسري أو بالإخفاء القسري دون أي مذكرات قبض. وأيضا هم يستخدمون القضاء لتصفية حساباتهم، لأن القضاء الحقيقة واحد من الأعمدة التي تقوم عليها هذه السلطة الميليشياوية. المستفيد الأول والأخير هي أجهزة القمع والإرهاب الميليشياوية التي يتشكل منها هذا النظام، ومحاولة يعني غلق كل منافذ الانتقاد والرفض الشعبي لهم. أستاذ مصطفى، في نص الدستور خاصة المادة 38 التي تنص على حرية التعبير وتكفلها وتضمنها، أليس حريا بالبرلمان والحكومة أن يطبقوا نص هذا الدستور خاصة المادة 38 من الدستور؟ يعني هذه الجهات التي تفضلت بها والجهات القضائية تنفذ الدستور والقوانين عندما تخدم مصالحها، أما عندما تتعارض مع مصالحها فإنها تضعها على الرف ولا تستخدمها ولا تنفذها ولا تعمل بموجبها. وهذا الأمر لا يتعلق فقط بموضوع الحريات، وإنما في كل شؤون الحياة هناك استخدام مزدوج أو ربما أكثر من مزدوج للنصوص القانونية، يجري تكييفها ويجري تعطيلها ويجري العمل بها انتقائيا حسب القرار الإيراني أولا وأخيرا، وبالضبط بالتأكيد من مصالح الشعب الذي يفترض أن يكون الدستور والقوانين تعبر عن حقوقه يعني تخدم حقوقه وتعبر عن حاجاته بشكل حقيقي. في عنوان عريض أستاذ مصطفى، بعد 21 عاما على الاحتلال ومجيء الحكومات المتعاقبة، كيف تقيم واقع الصحافة والإعلام في العراق؟ في حال من التدهور المستمر والتراجع المستمر على كل المستويات الحرية التعبير ومستويات المحتوى والمضمون، مستويات كفاءة الصحفيين، كل ذلك في تراجع. وسائل الإعلام العاملة الآن في العراق مطلوب منها أن تسبح بحمد السلطة الحالية وتمجد منجزاتها الوهمية وتزوق يعني هذه المسرحيات السمجة التي تفتعلها بين حين وآخر. وأي وسيلة إعلام أو أي متحدث في وسائل الإعلام، أي محلل سياسي يخرج عن هذه الضوابط الصارمة الإرهابية في الحقيقة، يعني يجري منعه وتصدر القرارات إلى وسائل الإعلام بمنعه من الظهور، وبالتالي وسائل الإعلام تتجنب الاصطدام بالسلطة حتى لا تفقد المميزات التي يعني تحصل عليها، وحتى لا تفقد أيضا رخصة مزاولة العمل في العراق. أستاذ مصطفى، لا يشمل الوسائل الإعلام المحلية فقط، بل أيضا وسائل الإعلام العربية التي تخضع للأسف لكثير من الابتزاز والرشوة، يعني ترغيبا وترهيبا من قبل السلطة الحالية وبوسائل شتى. أستاذ مصطفى، إذا أريد للصحافة والإعلام، إذا أريد الحرية في التعبير، من أين يكون الانطلاق من وجهة نظركم؟ يكون الانطلاق من تخليص البلاد من هذه العصابات الإجرامية ووضع القوانين في مسارها الصحيح لتحقيق يعني الأجواء الديمقراطية وحرية التعبير بشكل حقيقي. أما الادعاءات بوجود هذه حرية التعبير لن تقدم نموذجا إعلاميا حقيقيا للمواطن ولا نموذجا قانونيا يمكن الاعتماد عليه والقبول به والركون إليه من قبل وسائل الإعلام. الجميع سيبقى متخوفا ما دامت سلطة الإرهاب سيفا مسلطا على رقاب الإعلاميين وعلى رقاب المواطنين أيضا. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.